وبإذن الله تبارك وتعالى سيكون هذا المسجد صرحا كبيرا لتخريج حفظة كتاب الله تبارك وتعالى وحلقات القرآن، وسيعقد فيه الدروس الدينية والشرعية، وسيكون مكانا لانطلاق الجنازات الشهداء، وبإذن الله تبارك وتعالى سيكون مركزا لتوزيع المساعدات التي يقدمها الشعب الإندونيسي الشقيق لإخوانهم في فلسطين المحتلة. في ختام هذه الكلمة ندعو الله تبارك وتعالى أن يمتن على إخواننا في إندونيسيا بالسلامة التامة من جائحة كورونا، وأن يجعل بلدهم آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.